انتخابات مبكرة وحاسمة في إسرائيل. ما هي احتمالات بنيامين نتنياهو في الفوز بولاية خامسة في ظل ملفات الفساد التي تطارده وفي ظل تحالف الجنرالات الساعي للإطاحة به؟ وما هو الحيز الذي يشغله ملف السلام في الشرق الأوسط في البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية؟ وكيف ستؤثر نتائج الانتخابات على المساعي الأمريكية لترويج ما يسمى بصفقة القرن؟ تابعونا في تغطية خاصة على بي بي سي.